المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة. هذا ما أكدته السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض من أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022-2023. السيدة العدوي استعرضت خلاصات حول التقدم المحرز في 5 أوراش إصلاحية كبرى انخرطت فيها المملكة في السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر بمنظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الجبائي. وفيما يتعلق بالمحاكم المالية، أفادت السيدة العدوي بأن هذه الأخيرة أصدرت خلال سنة 2022 وإلى حدود ما تم شهر دجنبر 2023 ما مجموعه 3213 قراراً وحكماً نهائياً. ومن جانب آخر، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.